السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على كانون 750 تي وعلى لي زافونتاج ديالها، كاميرا كانون 750 تي كما كتشوفوا هي هذه. بالنسبه للمواصفات ديال كانون 750 تي، تلقى كتكونسوم بزاف من الناس اللي باغيين يصوروا بكاليتي مزيانه في الفيديو وتصاور. علاش هاد كانون 750 تي تيبغيو الناس بزاف؟ اولا هي كاميرا ديال كانون كتجيب 24 ميجا بكسل فيديو كيصور لينا فول اتش دي ب 30 اف بي اس، كتجيب تاكتيل، كتجيب ليكرون ديالها كتقلب، تقدر تقلبها فين ما بغيتي تصور بها راسك. المهم ليكرون ديالها راه كتقلب، وهذه الميزه اللي ولاو كيديروها كاع الشركات لا في كانون لا في نيكون لا في سوني، بزاف كلشي ولا خدام هذه القضيه حيت ليكرون كتقلب كتنفعك بزاف. كاميرا كتجينا بسيستم لوتو فوكس اللي هو دول بيكسل اوتو فوكس، السيستم دو فوكس اللي كيكون خفيف كيديتيكتي الفيزاج، كيكون الاداء ديال الفوكس ديالها مزيان خفيف السرعه وكيتبع مزيان. كتجي فيها بوغ ديال الميكروفون اللي بغيتي انك تصور وتسمع الصوت بكاليتي مزيانه، ملي كنتي كتصور في الريح كتصور في شي بلاصه بغيتي كاليتي الصوت مزيانه، فيها بوغ ديال الميكرو اللي يخليك تركب لها اي ميكروفون بغيتي كيف ما كان. كاميرا كتجينا بطاكتيل باش تسهل عليك بزاف الحوايج، تسهل عليك باش انك تتبع مثلا الفوكيس، تسهل عليك بانك تتحكم فيها بسهوله. وبالنسبه للمواصفات ديال بغيتي الويفي والان اف سي، راه كاينين في الكاميرا كاين فيها الويفي وكاين فيها الان اف سي باش انك تدوز لي فوتو ديالك غير بالتليفون ديالك. مثلا كنتي مسافر ولا في شي بلاصه تقدر دوزهم بالتليفون، وفيها حتى الكابل الا بغيتي دوزهم. واحد القضيه ان لي كابل باش تعرف واحد القضيه راه كدوز كاليتي احسن من الويفي. الويفي كتنقص الكاليتي ديالها حيت كما كتعرفوا الويفي كتنقص كاليتي، ما كتخاش كاليتي. من الاحسن انا كنفضل الناس يدوزوا بالكابل. الويفي الا احتاجيتيه مثلا كنتي انت ضروري خصك دوزو وما عندكش كابل تقدر دوز بالويفي، ما انا كنفضل دوز بالكابل. الكابل كدوز الكاليتي ديالك 100% اللي صورتي بديك الكاميرا، عكس الويفي اللي كيهبط شويه من الكاليتي ديال ليماج. بالنسبه للكاميرا لي زوبجيكتيف ديالك تخدم لي زوبجيكتيف ديال كانون العاديه الكرو فريم والفول فريم، لي زوبجيكتيف ديالها موجودين في السوق. كاميرا بالنسبه للبون ديالها راه ماشي شي كاميرا اللي نقولوا تخيلها، كاميرا خفيفه في الحجم ديالها، كاميرا خفيفه هذا الشكل ديالها. نشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، كاميرا خفيفه ما ثقيلاش بزاف، لي زوبجيكتيف تخدم فول فريم والكروب لي زوبجي موجودين بزاف. الشكل ديالها زوين، والباب بالنسبه للباتري ديالها كيشد فيها ال 17 باتري كيشد مزيان، و 17 هما اللي كيخدمو بيه كانون الاخر في السيري ديال الام 50 في السيري ديال 800 750 في هاد لي سيري. باتري اللي مزيان كيشد مزيان، لي بورت ديزاين ديالها زوين، الشد ديالها كتلاحظ ان الشد الكاميرا محكومة في القبضة ديالها. بالنسبة للثمن ديال هاد الكاميرا هو 4800 درهم، 4800 درهم كتاخدها بكيت ستوندار اوبجيكتيف ستوندار ديالها، وكاميرا مزيانه بزاف ديال الناس اللي كتعجبهم. وكاميرا الصراحه زوينه ما فيها حتى حاجه اللي ما تخدمش فيها. من بين الاشياء اللي يعجبك فيها ان لوطو فوكس ديالك كما قلنا سريع، البيكسل طالع 24، تقدر تاخذ كاليتي مزيانه، كنتي كتصور فيديو براتيك تقدر تشوف راسك تحرك بها دير بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعاونوك. كاميرا كتعاونك، وحتى المانيال ديالها باش تتعامل معها واخا تكون ما عمرك شديتي من كاميرا غتجيك ساهله في الخدمه ديالها. كاميرا ديسبونيبل عند كاميرا لانس، اللي بغا يريزيرفيها مرحبا به، ديسبونيبل حاليا وحده هي اللي بقات في 750 تي. اللي بغا يتواصل معنا السلام عليكم.